السلام على مولانا رسول الله وأهله وسلم. السيد القائد المحترم لنوريكو، السادة السيدات والسادة رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، السادة النواب، السيد الرئيس والسيدات والسادة وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، السادة منسقي عمل مكتب الدراسات، السيدات والسادة رجال الإعلام، الحضور الكريم. البداية بأسماء وباسمي وباسم كافة سكان مدينة المهدية، نتقدم للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمنياتنا لجلالته بالصحة والعافية وطول العمر. كما لا تفوتنا هذه المناسبة دون أن ننوه بأفراد المنتخب الوطني المغربي خلال مشاركته بكأس العالم قطر 2022، والتي شرفت المغرب وأعطته إشعاعا دوليا. أيها السادة والسيدات، هذا الإنجاز لم يأتي عبثا أو بضربة حظ، بل بعمل مخطط له منذ سنوات، إذ أنه قبل 12 سنة افتتح عاهل المغرب الملك محمد السادس أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بمدينة سهلة جديدة لدعم المهارات الواعدة في البلاد. وأتى المشروع ثماره في كأس العالم الأخير في قطر بحصول المغرب على المركز الرابع بعد أداء مميز كما سبقت الإشارة لذلك. هذا مثال حاولت أن أربطه بالتخطيط الحكيم في جميع الميادين للوصول إلى نتائج مرضية. وفي هذا الإطار وبالنسبة لتسيير الجماعة المحلية، لا يختلف اثنان حول أهمية توفر الجماعة على وثيقة برنامج عمل الجماعة باعتبارها مكونا أساسيا ومتطلبا رئيسيا في العملية التنموية وتطويرية للجماعات التي تسعى إلى التطور. هذه أهمية تزداد في ظل ما تشهده هذه المدينة من تحديات ومن صعوبات بسبب التأخر الحاصل في مجموعة من مجالات التنمية والزيادة السكانية المضطرة في ظل محدودية الإمكانيات والموارد المتاحة. لذلك كان ضروريا أن تستثمر هذه الموارد على قلتها ضمن برنامج عمل مدروس يحقق أقصى قدر من الاستفادة من هذه الإمكانيات بحيث تحدد الهدف بدقة. والمجتمع المدني وساكنة، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل على تنفيذ هذا البرنامج للنهوض بمدينتنا عاليا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعضاء المجلس الجماعي جماعة المهدية، من فعاليات مدنية لواء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص وباقي الفعاليات المدنية والساكنة ديال جماعة المهدية. غادي نبدا السيد الرئيس من سالسه بكلمة الشكر في حق كل من ساهم إعداد هذه الوثيقة اللي كتعتبر ثمرة جهود ومجهود ديال واحد الفريق عمل اللي خدم بشكل متوالي بشكل دؤوب، واخص بالذكر فضلا عن الفريق التقني الموظفين والاطر ديال الجماعه اللي خدموا معنا ساهلين وما دخلوش علينا بالمعلومات والمعطيات في هذا الاطار. نخص بالذكر كذلك الفعاليات المدنيه والساكنه ديال الجماعه المهديه اللي شاركوا معنا بالاقتراحات ديالهم سواء بشكل مباشر او لا بشكل غير مباشر عن طريق الرابط الالكتروني اللي تم الوضع ديالو مشاركه لمجموعه الفعاليات في اطار تعبئه واحد الاستماره اللي كانت تحطات الكترونيا للجميع. فعموما احنا في واحد المحطه وواحد اللحظه تاريخيه بالنسبه للجماعه ديال المهديه، بحكم اننا على ابواب اخراج واحد المشروع اللي في التسميه ديالو القانونيه برنامج عمل كيرهن المستقبل ديال الجماعه طيله واحد المده 6 سنوات. دونك مده 6 سنوات من التنميه ماهياش مده سهله، ولكن باش نفكروا مشاريع طيله هذه المده ولابد من واحد بناء منهجي وتخطيط للعمليه التنمويه طيله هذه المده 6 سنوات المقبله ان شاء الله.